هاي 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 الناس تعفروا. شوفوا انا جيت عند سعاد، شهدوا شهدوا، فوقاش ما جيت كيجيب لها الباستيلي والحلوه. دواخني من الصباح كنتي معايا في الصباح. مشيت تا دابا عاد تالت جابت الباستيلي زعما باش ما ننساش شنو عملت لي. باش الصباح كامل وانا كنتسنى. ودابا جيت عندي ساعة ونص ياك ما جابت دقايق. عرفتي شي علاش خليت على وجيت؟ والله الا طلعت على خليتيه نعمر ياك، خليتي معاها ساعة ونص على الطريق. نتوما معايا، شوفوا شوفوا عدلت باب الدجاج. الله 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 الله، شوفوا ساعة تعدل في الحاجات وانا ما جرب الباستيلي. كل شويه طلع عندي انا عدلت الباب. شنو كتصنع هنايا؟ الله الله الله، البريسيوسات شحال كيعجبوني، كيجيو فني. هاي 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 الله 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 الله، شي واعر زوينه بزاف فني. واو جات روعة، باقي غنعمر لها. برافو ليك، الله إلا جات فنة مزيونة. مزيونة بزاف، التلوينات اللي دخلتي لها جاو مزيونين. وهنايا لتحت إذا باقي تعمر. شنو دابا كتقول لي عاوني ولا؟ لا ما طلعت راسي خليها. هذا ميبتي من فلوريدا واعر. هاي 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 شفتي كتجيب شي عاد بسمومه. وحده ليلي واحد ليلك. لا غير الحمد لله ما جبتي شي واحد. ونقول لك اجي نقصص ولا نقول لك بحداك وصف يكون غير بوحدك. جبتي غيرك ما خصنيش. ايوا نقول لكم راه سعاد عملت القناه، انا نخليها لكم غتشارك معكم موديلات اللي دخلوا عندها جدادين ديال جليليبات ديال البيع. راه صوراتهم كاملين وعملت الفيديو، انا ننزل لكم فيديو في موقع ديال التعليق مثبت. هاي جبتي الدريوه تقنين خاص، الله يعطيك الصحه. شوفوا ميريندا ديالنا حنايا، ميريندا بلا تواصل. ها هي يسمحوا لنا هكويز ديال القهوه ديالي، اتاي ديالها اتاي انا. ايوا المحل هذا حلو، هذه هي الميريندا ديال الله. ودابا هنايا بقاو معايا باش نديكم للمحل اللي كيبيع العبايات، اللي ممكن تمشيو تشريو من عنده العبايات، وكاينين تما تجليلي. بس خلي لكم الرقم ديال التواصل واي حاجه ومعلومات كاملين، نوري لكم الطريق وادق التفاصيل باش تعرفوا بلا ما تتلفوا. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور مزيانه. اليوم جبرتوني جيت عند مليكه، ها هما العبايات. شوفوا على عبايات كاينين هنايا موديلات رائعين، انا صورت لكم الطريق، انا ندوز لكم دابا الفيديو اللي فيه الطريق والشرح وكلشي، وفي نفس الوقت غنهضر لكم على هاد الموديلات هادو اللي كاينين والطريق وكلشي. هاد الهضره كامله ما غتسمعش شي ملحق الصوت باش ما عندي ما نعمل. ايوا صافي تمشي للدار ونعمل المونتاج بقاو معايا حتى الاخر. وها هما الموديلات العبايات اللي قلت لكم البارح غنشارك معكم، قلت لكم غنوري لكم محل، انا صورت لكم محل وصورت لكم الطريق وكل شيء. وها هما العبايات اللي كاين، كاينين جليليبات وموديلات. كاين هاد العبايات هادو اللي مسرجين، شوفوا كيفاش جاوا، كيجيو مزيونين. دابا ان شاء الله شي نهار نصورهم لكم هيدا. وكاين جليليبات والعبايات هنايا، هاد العبايات اللي مسرجين اللي قلت لكم كيجيو مزيونين وكيجيو عاطيين المنظر بزاف، كتجي شي حاجه مزيونه. ها هما فيهم اللوينات، كاين الكحل، كاين هاد الموديل هذا في الكحل حتى هو، هادو بالشيلان ديالهم. وكاينين هاد الانواع هادو اللي مسرجين بحال هيدا، كاين هادو وكاينين منهم كميه كبيره، حتى الواحد اللي باغي يشري بالجمله. انا نخلي لكم الرقم ديال الواتساب باش لاي واحد باغي يتواصل. ها هما العبايات، وهادو هما موديلات كاملين، وباقي كاينين موديلات اخرين ان شاء الله. كاين البيع ديال البياسة وكاين البيع حتى بالجملة. بالنسبة للرقم التليفون هو هذا اللي في الشاشة، تواصلوا مع مليكة وهي تشرح لكم كل شيء. كاين العبايات اللي خفافين، هاد العبايات اللي خفافين
هما كاينين هنايا حتى هما موجودين، كاين الالوان ديالهم، المهم كاين بزاف ديال الحاجات في ممكن انكم تختاروا. تبارك الله عليك، شوفوا شنو وجدت لي، شوفوا شوفوا على فن على الصباح هذا، نشوفوا شوفوا قبل ما نصور لكم كنشوف الخديمه في وصلت، شوفوا 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 هذا الشيء رائع، شفتوا كيفاش مزيونين، جات مزيونه بزاف فن، عطات منظر مزيون انيق، عاد مين غتعمر بالحجيرات، شوفوا هادي عاوتاني، شوفوا جات مزيونه حتى هادي، جات فنه هادي، باقي لا الحجيرات هنايا، المهم مزيونه جات فنه واعره، تكمل اللي يكمل ويوقف قفطه، ها تيكمل يكمل ويوقف. شوفوا هنايا هادي، هادو الكمام ياك، الكم واحد واعر، شوفوا الخليمه كيفاش متقونه ومزيونه، الله يعطيك الصحه. واش هادي الطماطم عندك الحجر؟ نعم واش هاتين؟ ها نعمل داك الحجيره لينغاس، لينغاسات في بلون كاسي. ودابا هنايا غنعات لكم المحل بطبيعه الحال، خروش على برا المحل باش نعات لكم بالضبط بالتفاصيل. كتشوفوا فارماسيه القصبه راه هي صيدليه القصبه، راه هي اللي فيها القوس، وهذه الطريق ديال مرشان، هذا الطريق هذه بحال ما جي مرشان، وحنايا غنجيو بحال ما جي لمرشان وغنهودو بحال اللي هو دي الباب تياترو، يعني بحال اللي هو دي السوق د برا، ها هي فارماسيه ديال القصبه، اي تاكسي يقدر يوصلك لتما. وراه حنايا انا نوريكم نهود، هو هذا كنهبطكم باش نوري لكم محل، المحل ها هو فوق الرواس، يعني معروف فوق الرواس، ها هو هو هذا، بينات المحل وبين الصيدليه جوج د المحلات، هو هذا، هو هذا اللي عنده الباب مشبكه، هذا المحل اللي فيه باب مشبكه هو هذا، حنايا غندخلو باش تشوفو، إيوا هو هذا المحل، فيه العبايات، فيه جليليبات، وكتكون فيه ملكة نهار كامل، كل نهار كتكون تما فاتحة، كتفتح مع داك الطناش وكتبقى تقريبا نهار كامل فاتحة، من غير بعد النوبات كتكون شادة مثلا الجمعة ولا بعد نوبة الحد، لكن هذا الرقم هذا اللي هنايا ديال التليفون هي كتجاوب على المكالمات، تصلوا بها الناس اللي كاينين في طنجة والناس اللي كاينين برا طنجة، ممكن تواصلوا معاه في الواتساب. وبالنسبة للسلعة هي السلعة موجودة وتوصل لكم حتى لباب الدار، وخا الناس اللي خارج طنجة اللي ما كاينينش ولا في أوروبا، يعني أي واحد ممكن أنه يتواصل على هذا الرقم هذا اللي على الشاشة، ومرحبا بالجميع. ودابا غنخليكم، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. انا البارح كنت غنصور لكم وزقت ما دركتش، بقيت مع سعاد مده طويله، نتوما عارفين ملي كنتلاقاو مشي هنا واجي هنا وعمل هنا وعمل هادي، يعني كيدوز الوقت، على داكشي جيت عند مليكه على الصباح باش نصور لكم الطريق بالتفاصيل ونعت لكم بسهوله، وتتصوير ديال النهار ماشي بحال ديال الليل. اما سعاد البارح راه مشيت عندها في الليل في ساعه متاخره على داكشي. ايوا دابا نخليكم، وشكرا مره اخرى، فرجه ممتعه.